صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم تغيري مثل دينير استمر مع دينير تكون هذا غالي غالي ليش ده ولا شيء ولا مالي. يعني حتى لو في الحكومة بتبص للموظفين في طبقات في ناس يعني في الأدنى ما بتفهمش عنهم أي حاجة أو ما تعرفش عنهم أي حاجة اللي هم العمال اليومية والعمال الإرضائيين واخد بالك فدول هم يعني مصيرهم إيه ما لهمش يعني غير الناس اللي بتزار عشان تزود مرتباتها والحاجات دي انما احنا نعتبر يعني الظاهر عشان نزود مين اللي هيزود لنا او مين اللي هياكلنا او مين اللي هيشربنا بنكافح وبنجاهد اهو عشان نعرف نعيش يوم يوم بيوم وبس بس يا خساره يا ريت حد يسمع يا ريت حد يسمع من المسؤولين انما لا حياه لمن تبقى عندك بشتيل المجاري طفحه والبيوت هناك اهي بعد تقري فين الحكومة فين فين مرسي فين مرسي حزب الله ونعم الوكيل هم فين البيوت بتقع الناس هتقع وهتنفجر فيهم وراحوا للمحافظ سكتوهم وراحوا هنا سكتوهم والبيوت كلها هتقع المجاري طفحه جوه بيوتهم وليا قاعدة يا عيني جوزها معوض واخد بالك المجاري تخش لهم من ورا ها مأجرين من غير نور ومن غير اي حاجة فين مرسي فين الاخوان فين الاخوان؟ انا اخترت مرسي، اخترت الاخوان، انا بندى من الاخوان. وبقول حزب الله ونعم الوكيل، فين؟ فين؟ الزبالة بندفع في الزبالة. فين؟ الطريق زي الزفت، العربيات زي الزفت، خلوا علينا العربيات. عربيتك اتكتبت بجنيه. العربية دي بقت 75، فين مرسي؟ نايم، فين هشام قنديل؟ نايم. فين؟ نايمين. هم في وادي واحنا في وادي. ما ينفعوش يمسكوا البلد. انا اخترتهم بقول لهم لو سمحتوا سيبوا البلد لو انتوا بتحبوا مصر سيبوها لا في ناس مش راضيه تاكل اهو ايوه ما بقول لك لا عايزين يعني في 2% او 5% او 4% دي عيشة الناس عايشة 50 20% حتى ولا 10% كل حاجة زي ما هي بقت أسهم من أيام حسني مبارك بقينا أسهم وأزين كان مفتش التموين كان بيقعد قدام الفرن دلوقتي ما بيقعدش بيجي ياخد الفيزيتا قدام عيني انا الفيزيتا بياخدها الافراد كلها بتطلع دي بالليل فين مرسي؟ طب المصاريف اليوميه اهو الحمد لله نحمد الله بس على الايه على الحروف يعني في عيشه عاليه وفي عيشه متوسطه وفي عيشه وسطى يعني تحت وفي عيشه تحت اللي تحت ففي ناس برضه عايشه في عيشه تانية مش موجود مش موجود بقول لك عيش ومش عيش عيش ايه وبتاع ايه الافران هي هي بتسرق الدم عليكم الطبقات الوسطيه اللي هي اللي حالتها لا هتعوز لا سولار ولا بنزين يعني هتعوز كل اللي هتعوزه ان هي عايزه تاكل عايزه اليوم تعيش او حاجه تكفيها اليوم او ثاني يوم وهكذا عندك كم بتعول كم حد كم فرد في العيله موجود عندك بتعولهم؟ لا يا ريت شايل مني كان سنة ونص سنة ونص في الحكومة سنة معاك أروح أقول ما أمشي هذا رجلي ما بقتش أمشي ناس يعني ده حمدي كاف على هوس ولا حمدي جاي ما حرام ولا مش حرام والتأمين الصحي طيب والتأمين الصحي ما بيتعالجش والله العظيم اللي معاك ما بيتعالجش أنت هذا رجلي حسب الله انا ما فيه من كل شيء اقول لك ليه دول ماشي كل الجهاز لا 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 ما لهمش الا نفسيهم ما لهمش الا الكرسي وما لهمش لازمه ما لهمش الا السجون انا كنت بدعي من الرقابه النهارده ان حسني مبارك هم خارجين عشان يعرفوا راحه بينتقموا من الشعب بينتقموا مننا ما بنحبهمش زيهم زي اليهود زيهم زي اليهود
لا ده انا قلت حسني مبارك كان ضد المصريين. انا بقول محمد مرسي ضد المصريين. انا قلتها قبل كده. راجل حضرت حرب 73، راجل حضرت 73. النهارده احنا كنا بنحب بلدنا، محدش حب بلدنا قدي، محدش حب بلده قدينا. احنا بنكرههم ما بنحبهمش. الغرب ده بعيد عننا. لا خربوها، خربوها، لا خربوها، خربوها الدنيا، لا خربوها. مش فاهمين حاجة يا انا الرئيس فؤادي ولا هم فاهمين حاجة. ولا موجود ولا بيحط الراجل مش موجود. الراجل مش موجود خالص. حاجة يروح مش عارف فين. عيش ولاده ده قدم زيه زي اي واحد من الشعب. والدليل وكمان محمد مرسي ما بياخدش مرتبه. لو سمحت هو مين اللي اتعين كده من غير حاجه؟ ابويا عينوه وسبت في السياره. ما عينوش. والله العظيم قدم زيه زي بقيه الناس. محمد هو اللي ده قدم. يعني خليك يروح يشتغل ويقدم ويشتغل على طول. هيشتغل معايا ايه؟ شغلوني من شغلوني من بكره. اه شغلوني من بكره. اخي الكلمه عشان شغلوني من بكره. اه والله العظيم انتوا نفسكم البلد كلها وكلكم منافقين. احنا المنافقين. حس ربنا في اي حاجه. احنا بقى نستاهل اللي يجرانا. يعني كل الناس غلط يا ابويا. كل الناس غلط. احنا 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 غلط. مين وانت رئيس مصر ازاي؟ لا رئاسة الحي مش تعمل لكم حاجه بخصوص مثلا العيش وبخصوص العيش والمجاري اللي بتضرب هناك في بشتري البيوت اللي هتقع اللي اتعملت ساعه حسني مبارك والحاجه بقى الميه عجيب. بنمشي على الطوب. الناس بتخش بيوتها بالطوب. الناس راحوا للمحافظ قال لهم مستنيين ميزانيه. ميزانيه ايه؟ ما انتوا يا اخوان معاكم ما تدفعوا مصر. مش انتوا بتحبوا مصر؟ طلعوا بقى طلعوا انتوا غناي ومعاكم طلعوا بس لبلدكم بقى. بس لبلدكم لو انتوا بتحبوا مصر. انا كنت بقول النظام القديم كان ضد مصر كان عدونا. احنا برضه دلوقتي بقينا بنقوم بالمثل. ساعد يا باشا انتخابات شعب. انا مش هختار. مش هنعمل. مفيش حد هيختار اخواني. مصر مش هينجح تاني. بس انا اخشى ان الناس لو قامت ربنا يستر. ربنا يستر. الناس خلاص بعد عن اخر الراجل ده فؤادي هو رئيس الاخوان بس. ده انا سمعت ان بتاع ده ان عين 12000 من الاخوان. هو انت زي رئيس مصر ولا رئيس الاخوان؟ احنا اخترناك عشان بتتقي الله. والله لو عمل حاجه كويسه نختاره تاني.